ولنقاش ملف تدهور الاقتصاد العراقي بعد سنوات من فشل الإدارة المالية للحكومات المتعاقبة، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور صباح علو. أهلا بكم دكتور. أهلا ومرحبا بكم. دكتور، رجح صندوق النقد الدولي أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في العراق تراجعا بنسبة 11%، ما دلالات هذا الرقم؟ حقيقة تقييمات المنظمات المالية والاقتصادية الدولية ومنها صندوق النقد الدولي يشير ويؤثر بشكل واضح أن العراق في حالة من التراجع الكبير جدا، حيث أن الإجمالي ل 2021 و2020 بنسبة 11% في النمو للناتج المحلي الإجمالي، هذا يدلل على سوء الإدارة الاقتصادية والمالية للعراق، رغم وجود إيرادات نفطية أو وإيرادات أخرى خارج إطار النفط اللاحق، ولكن الإدارة سيئة جدا في العراق، ولذلك اللاحظ يدخل العراق أزمة كبيرة جدا، ويقيم من قبل كثيرا من المنظمات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي أن العراق في حالة من حالات التراجع، ومستقبلا سيدخل في أزمات إذا استمر في هذه السياسة الغير واضحة لتوجيه الاقتصاد والمال العراقي. اتهمت اللجنة الاقتصادية البرلمانية حكومة الكاظمي بتعمدها تأخير موازنة العام المقبل لإجبار البرلمان على تمرير اقتراض جديد، ما مدى صحة ذلك وما رؤية حكومة الكاظمي لتسيير الاقتصاد العراقي؟ حقيقة بغض النظر عن التصريحات التي تنطلق من هنا وهناك بخصوص موازنة 2021، دلل الكاظمي على أن هناك فشلا واضحا في إدارة الملف الاقتصادي والمالي، حيث بعد فشل السيد عادل عبد المهدي واستقالته حقيقة واستلام السيد الكاظمي منذ تعيينه ولغاية الآن، يدلل على أنه لا يمتلك الإمكانية والخبرة بالطاقم الذي يحيط به اقتصاديين وماليين ومحاسبين ومستشارين سياسيين، لا يملكون الخبرة الحقيقية في إيصال البلد إلى بر الأمان أو وضعه على سكة السكة الحقيقية للنمو والتطور، رغم أن الكاظمي يشير دائما في لقاءاته أنه قدمنا الورقة البيضاء، وما هي الورقة البيضاء التي قدمها إلا عبارة عن إصلاحات تدلل على أن الحكومة هي المسؤولة عن تطوير هذه الورقة وليس جهات أخرى، أي ما هي إلا عبارة عن إجراءات حكومية يجب أن تتخذ، ولكن لم يحصل ذلك. ولذلك نلاحظ أن هناك حالة صراع ما بين القوى السياسية الممثلة في البرلمان والحكومة بوجود شكل من أشكال التأخير لموازنة 2021 من أجل اعتمادها وإقرارها في البرلمان، ولكن موازنة 20 الحالية اللي متبقي منها حوالي 15 يوماً اللاحق بها عجز يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، فكيف ستكون موازنة 2021 والمتوقع انخفاض بالإيرادات رغم الارتفاع المزيد في أسعار النفط، لأن هناك تخفيضات كثيرة جدا للوزارات والمؤسسات الخاصة المعنية اللاحق، ولذلك نلاحظ أن هناك تأخير في عدم تقديمها، وهذا شكل من أشكال السياسة الرديئة التي تقوم بها الحكومة في عدم الإيفاء بالالتزامات الدستورية الحقيقية
بالنسبة للموازنات، من المفترض أن تقدم في نهاية أكتوبر الماضي ولغاية الآن. لذلك هذه السياسة التسويفية كما حصل في 2020 لم تقر موازنة، بل تم وضع جدول تخطيفات، منها تخطيفات عشوائية ولا تدلل على أن هناك دراسة حقيقية لذلك. مثال على ذلك، من الجدول الذي تم اعتماده البطاقة التموينية، خصص لها 163 مليار دينار عراقي، بينما السلع والخدمات للرئاسات الثلاث والأجهزة الأمنية والصحة وبقية الوزارات 1 تريليون دينار عراقي. بمعنى أن هناك حالة من حالات التناقض في إدارة المال العام بشكل سليم وصحيح. نعم. بل وضعوا خواصهم وفوائدهم في المقدمة، ويأتي الشعب العراقي وخدماته في نهاية القائمة. دكتور، بالحديث عن المال، كيف يفسر الارتفاع الأخير في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بعد وصوله إلى 138 ألف دينار لكل 100 دولار؟ من المتوقع أن تكون هناك أزمات، ليس الآن وإنما منذ أكثر من 6 أشهر، ولكن الذي تم إنقاذ الحكومة من هذه الأزمة هو إقرار قانون القروض ودفع بعض المرتبات، وما زالت كثيرا من المؤسسات تطالب بمرتباتها. هذا أخر عملية الارتفاع في عمليات سعر الصرف، بل هناك شكل من أشكال الابتزاز للشارع العراقي من حيث رفع قيمة الدولار وخفض قيمة الدينار العراقي، علما بأنه ما زال لغاية الآن في البنك المركزي في بيع العملة يؤكد أن عملية الصرف بسعر 119 دينار للدولار الواحد. هذا يدلل على أن هناك مافيا في الشارع العراقي مالية تتصرف بحقوق المواطن وتعمل على تأثير وضعه المعاشي، وكذلك أيضا ارتفاع ممكن أن يحصل في السلع وغيرها. وهذه الأزمات دليل على أن هناك أجهزة تعمل على خلق الأزمات للتغطية على جوانب أكثر فسادا. كانت اللجنة المالية النيابية أعلنت عدم توفر قاعدة بيانات للأموال المهربة خارج العراق أو الأموال المجمدة، ما مدى خطورة ذلك؟ بالتأكيد الأموال المهربة إلى الخارج تؤدي إلى حالة من حالات التضخم النقدي، وتؤثر بشكل كبير على قيمة العملة المحلية قياسا بالعملات الصعبة. وبما أن البنك المركزي ووزارة المالية والتخطيط أيضا هم المسؤولين بشكل أو بآخر عن قيمة العملات التي يتم عملية إيداعها في بنوك خارج العراق من أجل عمليات الاستيراد للبضائع وغيرها، هناك كثيرا منها تكون وهمية والهدف منها عمليات تبييض الأموال. ولذلك نلاحظ لم يكن هناك أي شكل من أشكال تقديم الوثائق والأرقام الحقيقية لعمليات التحويلات الخارجية للعملة الصعبة إلى الخارج، وهذا يشكل خطرا كبيرا على العراق. لذلك نلاحظ الأزمة الحالية للدينار والدولار وارتفاعه هي أحد انعكاسات تلك العملية في مسألة عمليات التهريب أو عمليات التحويلات المالية إلى خارج العراق. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي دكتور صباح علو، حدثنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.